بس ابنيش لوحدي. لا انا محتاج لصدر حنين دلوقتي. انت تحاول تنسى الموضوع ده خالص ويلا نام. هنام لوحدي؟ اه طبعا يلا يا بابا. وانت مش هتنامي جنبي عشان انا بحس بالوحده. لا 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 لا، انت تحاول تنسى الموضوع ده لوحدك. انت كبير دلوقتي. مش كبير قوي يعني. تصبح على خير. انا تعبان انا تعبان انا تعبان. ما لقيش عندك حد يشتري لي علبه لبن من الورد. لا ده انا قاعده لوحدي. هو عنده ايه؟ انا سمع صوته طول الليل. اصل الولد تعبان قوي وما اكلش من امبارح. وانا تعبان قوي. حاسبي الواد هيقع منك. خش ارتاحي انت وانا هنزل اشتري لك اللبن. كتر خيرك يا حبيبتي. لحظه واحده وحدت لك الفلوس. مفيش ده لما اجيلك. عنك انت هادي. تعبتك معايا ولا تعب ولا حاجه. اوعى يكون اللبن سخن. لا ما تخافيش، انا بردته الاول. انا عندي فكره عن تربيه العيال، كنت بساعد خالتي في تربيه ولادها. يلا حبيبي يلا يا اختي. عزه وزه عزوز عزة يا راحت فين اخوي؟ برضو فتحت الشباك. ايوه يا مدحت. انت فين؟ انا هنا. دي واحده جايه لك. انت بتعملي ايه عندك؟ اما اجي هقول لك. هتقول ايه المجنونة دي؟ مصطفى جوزي الله يرحمه عادة اهله علشان يتجوزني. قطعوه من غير ما اشوفهم ولا يشوفوني عشان انا فقيرة. ولحد دلوقتي مقطعيني حتى بعد ما مات. ولا يهمك يا حبيبتي، اعتبريني اختك بالظبط. كتر الف خيرك، عطلتك يا دوب ترجع لجوزك. جوزي زمانه راجع من الشغل تعبان وعايز يتغدى. طب يا حبيبتي لو احتجتي اي حاجه اندهي عليا على طول. كتر الف خير. رايحه فين؟ لا خليكي مستريحه. ايه اللي وداك عند الجيران؟ خدمه يا زنيه، الست عيانه وقصدتني اجيب لبن لابنها. هقول لها لا. لا طبعا قلبك فيه الحنيه قوي. يلا الغدا. اهدى. في ايه؟ اهدى. في ايه؟ خمره. ده شعير. شعير بايت. شيلها من قدامي. هو انا خلصت من جزومي عشان تطلع لي انت؟ لا انا ومال جزومك. بلاش بلاش منها خالص. ايه عجبك القعده تحت؟ انزلك الاكل. يا ريت يا ريت يا ريت. مالك يا مدحت؟ سامع صوت الولد. مسكين تلاقيه معذب امه. لا معذبني انا، معذبني انا. انت عندك العقده دي بجد؟ بجد؟ هو في عقد بجد وعقد صفيح؟ الواد ده لو ما كانش يبطل عياط انا هنتحر. اوعى تنتحر وانا معاك، لا يودوني في داهيه. وانا صغير قوي، وانا صغير كانت امي تاخد سيد ينام في حضنها وكانت تسيبني انا انام لوحدي. انام لوحدي وافضل طول الليل اعيط 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 ولا حد يسال عني. انا الظاهر فكرتك بعقدتك لما سبتك تنام لوحدك. لا 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 ما تزعلش، انا مش ممكن اسيبك على الحال ده. تعال انام عندي في الاوضه. لا 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 ما صحش. ليه ما فيهاش حاجه؟ ده احنا اخوات. طيب متشكر اهو. هات الغطا ده معاك. طيب
افتحي يا عزه، الباب اتقفل. امشي يا واد نام، بلاش دوشه، انا عايزه انام. نامت عليك حيطه. هو كلام عيال ولا ايه؟ مشروع باظ باي. ورقه معسي. ازيك يا معلم حسن؟ اهلا يا بيه. بقول لك ايه يا معلم حسن؟ مناوم يعني؟ لا انا مش عايزه تنام. بقول لك مش فاهم يعني حاجه كده تخلي المقاومه بتاعتها تقل، ما تبقاش عناديه. طلبك موجود، حبيتين على كوبايه شاي خلوها اخر حنيه تتمسح فيك زي القطه. بجد؟ عايز كام؟ 5 جنيه. 5 جنيه كتير يا معلم. يا بيه ده اختراع شيطاني بنجيبه بالعمله الصعبه. شيطاني؟ ايوه. خد. طيب. كنت فين؟ البس هدومك بسرعه. عشان ايه؟ عشان ننقل ماجده المستشفى. ماجده مين؟ ماجده جارتك، اصل حياتها وحشه قوي. الله، واحنا مالنا؟ الله، مالنا ازاي؟ انا عمري ما كلمت مع حد من الجيران. جاي النهارده تعملي لي فضيحه؟ فضيحه عشان ايه؟ الست بتموت. اتحرك، انت ما عندكش مروه، ما عندكش انسانيه، قلبك حجر. ايه انت مش بني ادم؟ انا هنزل انقلها في تاكس. طب استني بقى لما نتغدى. غدا ايه؟ انا مش عايز اكل. طب اعمل لك كوبايه شاي. شاي ايه بس دلوقتي؟ يلا خش البس. يلا يلا. طيب يلا البس هدومك بسرعه. طيب خلاص. يخرب عقلك. معلش، بالليل هنشرب الشاي. حالتها خطيرة، أنا بشك إن عندها أورام خبيثة في الصدر. لازم نحجزها عشان نعمل لها تحاليل فوري. ايه الاخبار؟ خد، خلي الواد ده معاك، امسك. وده اعمل بيه ايه؟ سلامتك. اشرف اطمني، مع مدحت بره دلوقتي هجيبهولك. تجيبيه فين؟ خليك معاكي احسن، مين هيرضعه هنا؟ ما تشيليش هم، انا خليه معايا. حظه كده، ابوه مات وانا بكره موت واسيبه. ما تقوليش كده، ان شاء الله بكره تخفي وتعيشي لحد ما تشوفي ولاد ولاده. ممكن تعملي لي خدمه؟ اقمري يا حبيبتي. عاوزه تكتبي جواب لاهل جوزي في اسكندريه، تقولي لهم يجوا ياخدوا الواد. و طيب بلاش تتكلمي انت دلوقتي، استريحي شوية. ليه الحركات القرعة دي بقى؟ انت قد الحركات دي؟ ها؟ خد امسك الواد. عجبك كده؟ يعني نقض ودوك يا خي. خد امسك الشنط دي، امسك. ايه؟ رايحين فين؟ مش هنودي الواد لامه؟ لا طبعا، هناخده معانا. ناخده معانا فين؟ انت اتجننتي؟ لا هما حجزوها في المستشفى، هتاخد بالها مني ازاي؟ الله يا ست، احنا مالنا احنا؟ لا انت ما عندكش مروه، ما عندكش انسانيه، قلبك حجر. خلاص اذا ما كانش عندك رحمه، انا معايا مفتاح شقتها وهروح اقعد بيه هناك. خلاص 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 يا ست، يلا بينا نروح عشان كمان نلحق نشرب الشاي. عزه عزه. ايوه انا هي. اهو ايه بتزعق ليه؟ كملي انت غسيل الغيارات دي، انا معدتي اتقلبت. خلاص سيبهم انت، بس روح تخلي شويه ميه احمي الواد. طيب وبعد ما تحميه تنيميه وبعدين نتعشى ونشرب الشاي. طيب بس يلا بسرعه. هو. يلا. وحنشرب بيه شاي، وحنشرب بيه شاي.
ايه ده؟ يخرب عقلك، ده الميه مولعه، انت عايز تسلق الواد؟ بردها شوي. لا ما تتحرك. انت خايف كده ليه؟ هات الصابون اهي. طفيت البوتاجاز؟ ايه؟ طفيت البوتاجاز؟ لا. الله، طب ما تروح تطفيه. استنى اقفل الشباك قبل ما تمشي. بص 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 بص. اشربي الشاي. طفيت البوتاجاز؟ لسه. الله، امال وقف ليه ما تروح تطفيه؟ استنى. ايه؟ انا سامع واحد على السلم بيقول لبن، هات منه كيلو. طيب قال ليه؟ عشان ايه؟ عشان الواد. يلا قول له يفوت علينا كل يوم. يبقى تعالى كل يوم. حاضر. طفيت البوتاجاز؟ لا لسه. طب ما تطفوش، اغلي اللبن الاول. اه، عشان الواد يتعشى وينام، وبعدين احنا نتعشى ونشرب الشاي. صح.